فاينلي غنهضر على هذا الموضوع. فرويد ابو علم النفس، هذا من الاباطره ديال علم النفس. هذا السيد باش كيقتل الملل كيجرب كل شيء، جرب بزاف ديال الحوايج في حياته، ومن بين التجارب اللي جرب غندويو عليها في هذا الفيديو. وكان نصيحه، تجربه شي حاجه اللي زوينه وحاول تجرب كل مره حاجه جديده في حياتك واخا تكون خايبه، ما عدا الكحول والمخدرات راك فاهم. بون، فرويد واحد النهار يتفاق ومشى للحبس، يا الحبس، مشى وعرض على المحابسيه واحد الصفقه، قال لهم انا مستعد انني نعيش عائلتك ومرتك وولادك احسن عيشه ونضمن لهم السلام والمقابل انك تعدم. اوف كورس المحبسيه بزاف منهم ما بغاش يخسر حياته على ود، ولكن في النهايه واحد فيهم بغى وصافي دازت الصفقه بنجاح. شنو داروا؟ شدوا داك السيد اللي قبل ودخلوه لواحد البيت مظلم، وقبل ما يغمضوا ليه عينيه باش يتعدم وراه واحد الحديده اللي كتعدم، يعني حديده اللي فيها بحال الموس كبير. من بعد ما شاف ديك الحديده سدوا ليه عينيه بواحد الخرقه وربطوه مزيان. من بعد فتره زمنيه هاد السيد اللي مربوط بدا كيسمع شي قطرات كيتلاحوا في السطل. طبيعه الحال سولهم، قال لهم شنو هما هاد القطرات؟ قالوا ليه هادوك القطرات ديال الدم ديالك. اعطاوه فكره باللي ان الاعدام ديالو جاري التحميل وخلاوه لواحد المده زمنيه. ملي رجعوا لقاو المفاجاه هي ان داك السيد مات. والمفاجاه الثانيه اللي غنقول لكم هي ان هاد السيد هذا ما تعدمش، الحديده اللي من المفروض انهم يعدموه بها ما عدموش بها، مات هكاك. دوك القطرات اللي قالوا ليه انهم قطرات ديال الدم ديالو كانوا غير قطرات ديال الماء لاحوهم في السطل، داروا ليه غير اعدام فيك. وهنا العالم تصدم وخرج بكونكليزيون. فرويد غايقول لينا باللي ان اللي خلى السيد يموت اوف كورس ماشي الحديده، حنا قلنا ان الاعدام فيك، اللي خلى السيد يموت هو انه خدا فكره في ديك الحاله اللي اثرت عليه، بنا معتقد. ايوا هنا فين يبدا علينا بفرويد المعتقد وغيتعمق فيه مزيان. من خلال التجربه ديال فرويد كلشي خرج بواحد الاستنتاج ان المعتقد كيلعب دور كبير ماشي غير في العقل ديالك بل حتى في الجسم ديالك، يعني تقد تكون في حاله من الحالات كليتي مزيان واخد الطاقه ولكن المعتقد هو اللي مخليك ما تهز 60 كيلو في ديك الحصه الصدر. والمعتقد اوف كورس عنده منحه سالب ومنحه موجب، جرد القوى. المنحة السالب هو اللي تكون فهمتيه من التجربة ديال فرويد، والمنحة الموجب هو اللي غيعاونك في شي حوايج في حياتك، في العادات ديالك مثلا، في العلاقات، في القراية، في السبور الى اخره. اوكي اخويا مزيان، وريني عافاك كيفاش نبني معتقد. باش تبني معتقد خاصك تبني عبر الحواس ديالك، حيت اصلا الحواس ديالك هما السبب الرئيسي في بناء معتقد. وملي كندوي على الحواس كندوي لك على شنو كتسمع وشنو كتشوف. خذ اي مجال في حياتك، داكشي اللي ركزتي فاش سمعتي عليه وشفتيه ليه هو اللي غتكون انت. الاقوال مثلا، الاغاني اللي كتسمع ليها مثلا، الهضره ديال الوسط ديالك، امك، باك، خوتك، عمامك، جدودك، ولاد قسمك، ولاد حومتك، صاحبتك، صاحبك، هادو كلهم كيلعبوا دور في بناء المعتقد ديالك. الاحداث اللي شفتيها بصدفه، الفيديوهات اللي شفتيها بصدفه، الودنين ديالك والعينين ديالك عباره عن مستقبلات هما اللي كيكونوا اي معتقد كيف ما كان. الا هزيتك انت كمسلم سني وحطيتك عند الشيعة وبقيتي معاهم وكتشوف داكشي وتسمعو وتشوف داكشي، شي نهار غنشوفك حتى كتلطم وتضرب في الجسم ديالك، داكشي عادي لانه معتقد. ولكن حيت حنا بعاد كيبان لينا ان داكشي ماشي عقلاني، دونك ما تعجبش من شي واحد تيدير هكا، راه هذاك هو المعتقد. انت الا رجعتي واحد 10 سنين للور غتلقى راسك كنتي كتشوف وكتسمع شي حوايج، ودوك الحوايج هما اللي خلاو كدير شي حوايج، وهاد الحوايج ما تقدرش ديرهم دابا حيت ولات عندك واحد النظره مختلفه على ديك الوقيته، وهاد النظره هي المعتقد اللي تكونات من داكشي اللي كتشوف وكتسمع دابا. وانت دابا عندك الوعي باش تختار شنو تشوف وشنو تسمع اللي غيغير حياتك من هنا لقدام. وبحياديه ممكن يكون المعيار ديالك مختلف، يعني انك كتشوف داكشي اللي خايب زوين وداكشي اللي زوين خايب، هذا موضوع اخر على هذا الشيء. وبالنسبه للمعتقد راه ما كيقتصرش على فرد واحد، كاين الامكانيه ان مجموعه من الناس ياخذوا معتقد واحد، وهاد القضيه هذه يا اما كتولد العنف ولا كتولد الفن، يعني وحده فيهم الفن ولا العنف، تولد الفن العنف ما كاينش، تولد العنف فالفن باي باي. فينش كنتمنى انني نكون حليت شي باب صغير تدخل منه وتمشي لشي بلاصه اعمق من هاد الشيء. و peace and love، كنتمنى لكم التقدم الاقصى في لافي. الى اللقاء.